هلا، اليوم رح اسوي سباجيتي بالانستنت بوت. علق الجدر على الحمص وحط زيت زيتون، بصل، لحم، معجون طماطه، جزر، طماطه، اعشاب، صلصه صويا، بابريكا وثوم. احمسها 10 دقائق، اضيف مي وسد القبغ والطبخه. افتح الجدر، اكسر السباجيتي بالنص وسد القبغ واطبخها. عشان جاهز. بالعافية عليكم حبايبي. اكلتنا جاهزة، جربوها بالبيت، ان شاء الله تحبوها. انا كلش احب هاي الاكلة. راح اشوفكم فيديو ثاني. باي.